بداية حلم منبر إعلامي جديد لكل شركاء النجاح في كل المجالات، بداية حلم صوت الناس، أفكارهم، أحلامهم، تطلعاتهم، أوجاعهم، بداية حلم هنعرفك على ناس تشبه لك عشان ترسموا سوا المستقبل، بداية حلم أحلام الماضي، أفكار الحاضر وتطلعات المستقبل. تابعونا اليوم في حلقة جديدة ووجبة دسمة من المعلومات والأخبار، نلتقي بعد الفاصل. أنت لم تكن، أنت لم تكن حين اكتشف الإنسان النار جمال، ولا يوما تدفى بفرو الحيوان واخترع دراجة تنقله لأي مكان. أنت لم تكن يوم الحساب غير كل المعادلات، يوم بنوا الأهرامات ورسموا الموناليزا أشهر اللوحات. أنت لم تكن يوم أول مرة كتبوا على الورق ومثلوا على أول مسرح، يوم اكتشفوا نظرية الجاذبية وفكرة الطيران أصبحت حقيقية، يوم ألفوا الموسيقى الكلاسيكية، يوم الوقت أصبح أرقام والرق اشتهر في كل مكان. لكن هذه المرة تستطيع أن تكون أول من يرى ابتكارات سابقة للعصر وعروض لا يتصورها عقل. تستطيع أن تشهد على أروع الأفكار، الفن، الأزياء، العلوم والموسيقى. هذه المرة لن يفوت، كلها في مكان واحد ستجتمع وبالمستقبل ستحتفل. بداية حلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في محافظة الفيوم بضيافة كاتب جميل جدا اسمه هشام نادي. هشام نادي بيتحدى كل صعب، خلى الانسان لما يجي عنده يطلع من عنده حد تاني، انسان تاني. القناعة والرضا اللي مرسومة على وشه والإنجازات اللي عملها رغم الصعوبات اللي عنده بتخلي الواحد يكتسب منه الحماس والطموح إن هو ما يقفش. حبينا النهاردة نسجل معاه لقاء، وحب إن هو يحدثكم عن نفسه ويعرفكم بنفسه. أولا شكرا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه، وشكرا للسادة المشاهدين، وياريت نبقى ضيوف خفاف عليهم. احنا في الفيوم هنا في قرية اسمها قرية إبهيت الحجر، وانا متشكر جدا لوجودكم وبرحب بكم، اهلا وسهلا. استاذ هشام، احنا عايزين من حضرتك في عجالة كده تقول لنا ازاي اتولد هشام نادي الكاتب جوه هشام نادي الانسان، ونعرف يعني معلش رغم الاعاقة ورغم الحادثة اللي حصلت لحضرتك، ومع ذلك بتبث الأمل في نفوس كل اللي يعرفه. فاحنا عايزين نعرف إزاي وصلت للدرجة دي. والله هو ده كلام كبير يعني، بس أنا ما كنتش ببحث على إني أبقى كاتب. أنا الحكاية بدأت معايا من بعد الحادثة بأربع خمس سنين كده ولا حاجة. طبعا لا يخفى على أي أحد إن أي حد تعرض لهزة حياتية كبيرة، سواء بقى بفقدان حد أو بفقدان صحة أو بفقدان مال إلى آخره، بيحصل له حالة من فقدان الثقة بالنفس. ولكن في حالتي أنا فهي مضاعفة، لأن أنا فقدت القدرة على الحركة نفسها أو القدرة على فعل الأشياء، وبالتالي تحولت من شخص يفعل كل شيء إلى شخص تفعل له كل شيء أو يفعل له كل حاجة. وده كان مسبب لي أزمة كبيرة يعني، ولكن كان المخرج الوحيد من الأزمة دي، أو يعني باب الخروج منها، كان عن طريق إن أنا أحاول أعمل شيء يعالج النقطة دي، يحسسني بثقة بنفسي. فتأملت الدنيا بتاعتي فيها إيه، أنا ما لا بمشي ولا بروح ولا بيجي، ولا يعني بالكاد خلصت دراستي. ويعني الملخص إن أنا ما عنديش الجزء البدني، يعني الجزء الحركي اللي انا يخليني اقدر اشتغل في اي حاجه زي كل الناس، مش عندي، ما عنديش فقط الا الجزء الذهني. طيب الجزء الذهني بتاعي ده انا هقدر انتج بيه ازاي؟ انا زي كل الناس يعني، انا حتى محدود الثقافه ومحدود المعرفه، ما فيش خالص اي حاجه يعني. فاضطريت ان انا طيب ننميه بقى عن طريق بقى البحث والدراسه والقرايه والى اخره يعني. فمن هنا بدأت بقى إيه ألاقي يعني الضلة بتاعتي في الحكاية دي. وفي نفس الوقت مع الوقت بقى ده بدأت يبقى فيه لذة في القراية، لذة في المعلومة اللي أنا قريتها وكده. ف
فقريت في كل حاجة بقى، قريت من أول كتب الأطفال والحاجات اللي زي دي لحد بقى الأديان والفلسفات والسياسة والتاريخ والجغرافيا وكل الحاجات دي. يعني إذا نقول إن المدخل الرئيسي لأي كاتب هو القراءة. أكيد طبعا الكاتب الجيد لازم يكون قارئ جيد، يعني دي قاعدة معروفة يعني. فلحد هنا ما كنتش برضو في دماغي إن أنا أبقى كاتب، يعني كل الحكاية إن أنا بس إيه عايز أعمل حاجة تحسسني إن أنا شخص بيعرف يعمل حاجة، سواء بقى الحاجة دي كانت مفيدة للناس ولا لأ، أو مفيدة لي أنا ولا لأ، أو بمعنى صح حاجة تاخد مساحة كبيرة من اليوم بتاعي بدل ما تخليني أقعد أفكر بقى في إيه، في الاكتئاب أو في أكيد الحزن أو في الحاجات اللي ممكن ما تبقاش مفيدة يعني، أو أقعد أرازف في خلق الله إلى آخره. عايزة شعور حضرتك في أول كتاب طلع وشفته بعينيك. لا ده بالنسبة لي كان يوم فرح يعني. أنا أول أنا أصلا الكتاب الأول ده نتج عن خطة كانت معمولة، يعني أنا في 2017 عملت خطة مداها 4 سنين وفيها 4 كتب. الكتاب الأول هو رسائل من التاريخ، وده أنتجته في 2017 والطبع أو نزل في أول 2019، والكتاب الثاني اسمه السلف الصالح نزل في نص 2019، والكتاب الثالث عبارة عن عمل روائي بنفس عنوان الكتاب الثاني السلف الصالح برضو، اللي هو إيه لو في حد مش عايز يحبش يقرأ كتب أكاديمية يقرأ حكاية المعلومة من الكتاب اللي هو بشكل أدبي نوعا ما. والكتاب الرابع شغال عليه حاليا دلوقتي، شغال على كتاب خامس كمان. فلما شفت اول كتاب ده، لا يعني يوم 19 يناير 2019 ده بالنسبه لي كان بمثابه يعني لا يوم عيد بالنسبه لي حتى التاريخ مميز، يعني 19/1/2019 دي يعني انت صدفه كل يعني. حاجاتك مميزه يا دكتور هشام، و الله يخليك. طبعا احنا عارفين ان انت اهدوك الدكتوراه الفخريه. طب انت ليه بقى ما بتحبش حد يقولك يا دكتور هشام؟ لا انا اعتقد ان الشخص بشكل عام ما يستمدش كيانه، او ما يستمدش الكيان او المسميات المعبره عن كيانه من خلال الألقاب حاجه تمنح له، لا انا من خلال يعني انا ما او يعني حاجه عنده، لا يعني انا مثلا ما يقولوش مثلا ايه فلان ده عشان غني فيبقى محترم، او علشان لبسه كويس فيبقى، لا مش كده، مش دي الروافد اللي انا استمد منها كياني وشخصيتي. فانا بالنسبه لي الالقاب او المسميات، لا انا اعتز باسمي، انا اسمي هشام بحب اسمي. جميل والله. لو فعلا في جايزة تمنح او لقب يمنح لحضرتك، يعني انا بصراحة انت تاخد بجدارة جائزة نوبل في التحدي والإصرار والصمود والرضا والقناعة، بجد والله. حضرتك أكيد كاتبة وأديبة وعارفة عن اللي أنا هقول ده، هي بتبقى أسمى أو أغلى جايزة الكاتب ممكن يحصل عليها، بتبقى إن العمل بتاعه يسيب أثر أكيد إيجابي على المتلقي. فدي أكتر حاجة بتفرحني، أنا الحمد لله إني تم تكريمي عشرات المرات، سواء من أول مدرستي الابتدائية اللي هنا في القرية هنا جنبينا ورا هنا، ده أغلى تكريم بالنسبة لي يعني. مثلا تكريمات من محافظين ووزراء وبتاع، أو حتى من قائد متحف القوات الجوية في القاهرة يعني، حتى عمل لي دعوة خاصة يعني. كل ده بالنسبة لي شيء جيد ومفيد ومحفز وعظيم جدا وكل حاجة في مسيرة أي شخص، ولكن أنا أرى، معرفش بقى ممكن أكون صح ولا غلط، أرى إن الأهم من أي تكريم هو الأثر الإيجابي اللي ممكن يأثره عمل لأي كاتب في المتلقي اللي بيتلقى العمل اللي كتبه الكاتب ده. أكيد طبعا هيكون في تأثير كبير جدا، إن إحنا كملتقى السرد مؤسسة ثقافية وبلجنة صوت الأقاليم كان يسعدنا إن حضرتك تكون ضيفنا غدا في صوت الأقاليم في ليلة الفيوم، ولذلك لما عرفنا إن حضرتك منعتك الحالة الصحية إحنا قلنا نيجي نزور حضرتك ونسعد بيك، والحقيقة لقاء ممتع جدا جدا، وانا بشكرك عليه جدا جدا، وان شاء الله برضو هتوعدنا بزيارة لما تتحسن الظروف الصحية بتاعتك. على الحقيقة اتفضل. على خلفية الدعوة الكريمة اللي حضراتكم وجهتوها لي، أنا بعتذر جدا لرواد الملتقى على عدم الحضور، لأن يعني معلش بقى اعذروني،
احيانا الشلل اكيد بيبقى له خلفيات مش صحيح لطيفه، صحيح حاجات يعني بتبقى معايا يعني على خلفيته يعني. فانا بعتذر جدا عن الحضور، ظرف صحي مش لطيف يعني، ودعواتكم ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء باجتياز الله. يعني. وان شاء الله في اول فرصه انا هسعى ان انا اكون موجود، لان ده شيء يشرفني، لا يسعدنا و ويشرفنا والله. يعني حاجه بالنسبه لي بتبقى يعني اني التقي بناس مثقفين يعني. اي أكيد حد بيرتاد صالون ثقافي بالطبع، اما باحث عن ثقافه او مثقف او ممارس لنشاط ما ثقافي معين، فده شيء يسعد اي حد بيكتب يعني. الحقيقة احنا كان الدكتور حسام عقل كان هو اللي المفروض يحضر معايا، بس طبعا لما كلمك دلوقتي وعرفنا الظرف اللي اعتذر للظروف اللي خارجة عن ارادته، ربنا اللي هي يسر امر الجميع مرض والدته ربنا يشفيها ويعافيها. يا رب. فتحب توجه كلمة للدكتور حسام تقول له ايه؟ انا اوجه كلمة للدكتور حسام، واقول له شكرا. شكرا على ايه بقى؟ شكرا لان مش كتير من الناس مهتمة بانها تقيم نشاط ثقافي دوري. يجوب المحافظات. دوري، لا دوري بالمعنى يعني ايه؟ كل شهر. في ناس احيانا بتبقى يعني ايه اخره خالص ان هو يروح مكتبة يحضر صالون ثقافي معمول تبع المكتبة. صحيح. وطبعا المكتبة بتبقى هي الراعي الرسمي للموضوع، او لو في حتى راعي رسمي من بره المكتبة، ولكن ان شخص عادي يأسس صالون او ملتقى وهو اللي يبقى الراعي بتاعه و تحت ايده فريق كبير ويهتم بالمجال ده بشكل عام، فده شيء لازم يتوجه له الشكر على اساسه. فانا بقول له شكرا، ويا ريت تستمر ان شاء الله باذن الله. الابد نستمر باذن الله. باذن الله نستمر، ومزيد من اللقاءات ومزيد من الابداعات ليك والتميز، ونيجي ونقتبس منك الروح الجميله دي والروح الحماس انا يعني ساعات انا بقف قدامك مش بعرف اتكلم حقيقه يا استاذ هشام. الله يكرمك. كان لقاء جميل، ونسعد بيك ان شاء الله في ملتقى السرد في لقاء خاص بيك، تكون ليله ليك لوحدك ان شاء الله. شكرا جدا يا استاذ هشام. شكرا لحضرتك ولحضرتك كل الناس اللي اتفرجت علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الكورونا وباء قاتل هدد حياة الملايين وأزهق الكثير من الأرواح، ويظل هذا المرض لغزا كبيرا حتى الآن، ابتداء من نشأته ومرورا بطرق انتقال العدوى وحتى علاجه الذي لم يتوفر حتى الآن. ولم يعد هناك طريقا أمام الناس سوى المحافظة على طرق الوقاية والتباعد الاجتماعي. كان من بين هؤلاء طلاب مدرسة كفر السودان الإعدادية الذين ابتكروا بوابة تعقيم بمدخل المدرسة، مستخدمين أدوات بيئية ومواد بسيطة بمشاركة مجتمعية لينفذوا فكرتهم الرائدة، والتي لاقت استحسان المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور السعيد طنطاوي مدير عام إدارة دسوق التعليمية، والذي أشاد بتلك الفكرة الرائعة وقام بزيارة المدرسة وتوجيه التحية لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والسادة أعضاء مجلس الأمناء والطلاب الذين قاموا على تنفيذها، متمنيا من جميع مدارس الإدارة أن يسعوا لتنفيذ مثل هذه الفكرة للحد من انتشار الوباء بالأوساط الطلابية. أسطورة العلم والحل السحري لأي مشكلة في العالم، أعظم اكتشاف في القرن العشرين، ارتبط اسمه بأي تطور علمي في أي مجال في العالم، الليزر. مفيش حد ينكر ان الليزر من اعظم الاكتشافات اللي تمت في القرن العشرين، لكن على مدى العقود اللي فاتت الناس كانت كلها مركزة على ان استخدامات الليزر محدودة في جراحات الطب وعمليات التجميل، وده لان محدش كلمهم عن استخدامات الليزر المهمة جدا في التكنولوجيا والصناعة والمجال العسكري وعلوم الفضاء. وعشان ما ندخلش في تفاصيل معقدة عن كيفية عمل اشعة الليزر، هندخل مباشرة في التطبيقات العملية. اول حاجة خلينا نشوف اللي بيميز ضوء الليزر عن الضوء العادي. ضوء الليزر ضوء مكثف مركز، بقدر اركزه في نقطة معينة، له طول موجي ثابت، ودي الميزة الكبيرة اللي موجودة في ضوء الليزر، انه على حسب الاستخدام بختار له طول موجي مناسب ليه.
يعني لو انا هستخدمه في العيون لازم اختار نوع ليزر معين بيتناسب مع العين عشان اقدر اعمل عملية الليزر بدون ما اثر على حاجة تانية. لو انا هستخدم الليزر في تقطيع المعادن بختار نوع ليزر الطاقة بتاعته اعلى شوية عشان اقدر من خلال ماكينة الليزر ان انا اقوم بعملية التقطيع. طب ايه بقى الفرق بين انواع الليزر؟ كل نوع من انواع الليزر له مادة بيتصنع منها. في اللي بتصنع من مواد صلبة وسائلة وغازية، يعني في مادة تقدر تديني شعاع ليزر لونه احمر ومادة تانية تقدر تديني شعاع ليزر لونه اخضر وهكذا. يعني لو عايز اشتغل بجهاز ليزر على لوح ازاز لازم اختار نوع ليزر مناسب للازاز. النوع ده طبعا بيختلف لو انا هستعمله مع القماش او الحديد او اي حاجة تانية. الليزر في اساسه ضوء بارد، لكن لما بيصطدم بالمادة المناسبة ليه بيدي حرارة تمكنه من اداء مهمته بنجاح. بالنسبة لاستخدامات الليزر طبعا في الطب والتجميل والكلام ده له ناس متخصصين يتكلموا فيه. لو جينا لمجال زي مجال صناعة السيارات هنلاقي ان شركات كتيرة جدا بتستعين باجهزة الليزر في تجميع اغلب اجزاء السيارة، وده لان الليزر سريع ودقيق ولا يتوقف، يعني شغال 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، او العملية اللي بيسموها بلاج اند بلاي، يعني يدوبك يوصل لها الكهرباء وهي تشتغل على طول. بالاضافة ان اجهزة الليزر دي لا تحتاج لاي صيانة. كمان في ميزة تانية ان انا اقدر من ماكينة ليزر واحدة اطلع كذا كابل اوبتيكال فايبر ينقلوا اشعة الليزر دي في كذا مكان في نفس الوقت، وبكده اكون وفرت في التكلفة وقللت في الاستهلاك وزودت في الانتاج. كمان مش شرط تكون السيارات كلها نفس التصميم، ممكن من ماكينة واحدة ادخل برمجة لكذا تصميم مع بعض، سواء كان التصميم ده ثنائي الابعاد او ثلاثي الابعاد. بالاضافة ان ماكينة ليزر واحدة تقدر تستغني بيها عن 30 عامل، ودي بتوفر كتير جدا. السنسورز او الحساسات اللي بتستخدم في صناعة السيارات والابواب الاوتوماتيكية والايرباك بتاع السيارة، كل دي بيتم تصنيعها عن طريق اشعة ليزر عن طريق ترسيب مواد النانو تكنولوجي. ماكينة ليزر واحدة تقدر ان هي تفصل 10,000 بدلة في ساعة واحدة بدقة وكفاءة عالية جدا. اما بالنسبة للمجال العسكري فالليزر تم استخدامه في توجيه الصواريخ العابرة للقارات ودقة عالية جدا، واول ما تم استخدامها كان في حرب العراق عام 92. كمان وجدوا انه في تطبيق خطير جدا للليزر في الطاقة النووية عن طريق فصل النظار المشع والاندماج النووي والتحام ذرات الهيدروجين. وزي ما احنا عارفين ان القنبلة الذرية تقدر انها تفتك بمحيط نصف قطره 20 كيلو، اما القنبلة الهيدروجينية فتستطيع انها تفتك بمنطقة نصف قطرها 100 كيلو. والتطبيق المهم اللي هم توصلوا له في أشعة الليزر هو إمكانية استخدامها في عملية الاندماج النووي وعملية تخصيب اليورانيوم. أما بالنسبة لتطبيقات الليزر في مجال الفضاء فوجد إن الليزر أدق وسيلة لقياس المسافة بين الأرض والقمر وبين الكواكب والمجرات، ونسبة الخطأ تكاد لا تذكر. بداية